أهلا بكم. تحرج مياه الأمطار الحكومات العراقية المتعاقبة والتي فشلت على مدار سنوات بالسيطرة عليها، لا سيما وأن أغلب خطوط تصريف المياه باتت بحكم المعطلة أو لم يتم تطويرها بما يتناسب مع الزيادات السكانية في العاصمة. غرقوا شوارع العاصمة العراقية بغداد مجددا بمياه الأمطار والتي قطعت أوصال بعض المناطق ودخولها إلى بعض المنازل، أمر يوضح حجم الفساد في المنظومة الخدمية المنبثقة أصلا من المنظومة السياسية. الجهات الخدمية ومنها أمانة بغداد لم تفصح عن خطتها لمواجهة الأمطار، وذلك بعد أن كانت المياه قد استمرت في شوارع العاصمة منتصف الشهر الماضي لنحو 6 أيام وهي تغطي الشوارع في المناطق السكنية. كل ذلك مشاهدينا وسط اتهامات كبيرة بإهمال ملف الخدمات وعدم تطوير شبكات الصرف الصحي في بغداد والمحافظات، الأمر الذي يتسبب بغرق الشوارع مع أقل تساقط للأمطار. حكومة أثبتت عجزها في كل مرة في عدم قدرتها على استيعاب هذه المياه وتركها دون الاستغلال الصحيح، في ظل مشاريع سابقة كانت عبارة عن صرف للأموال والفساد المستشري في البلاد. المواطنون بدورهم ناشدوا الجهات الحكومية بإيجاد حلول سريعة، فيما اضطر بعضهم لركوب البلم والستوتة لعبور مسافات قصيرة جدا بسبب مشهد تراكم المياه المخجل. مشهد تراكم المياه يوضح وبشكل لا يقبل الشك تراكما لانعدام الإحساس والمسؤولية لدى طبقة سياسية في بلد يطفو على كنز من الذهب الأسود كما يقول عراقيون.